وقت طويل منذ تخرجنا، كم أشتاق لتلك الأيام، فلا مسؤولية ولا التزامات. فعلا وقت طويل، ولكن بالنسبة لي لا تغيير، فأنا اليوم بلا عمل. أنا أحلم في كل يوم أن أصبح مديرا أو مالكا لمطعم أو مقهى مثل هذا، ولكن أفيق من حلمي وأجد نفسي أنتظر دوري لشراء المعجنات. أنا أعمل بائعة في متجر بأجر قليل، أتمنى أن أجد عملا في تخصص دراستي. مرحبا، أنا مفيد، لقد استمعت لحديثكم وأود المشاركة إن سمحتم لي، فأنا شاب وخط تجربة مماثلة لمعاناتكم، ووجدت حلا بالتعاون مع زملاء وأصدقاء لي، وأرغب أن أشارككم الفائدة. نرجو أن توضح لنا أكثر من فضلك، فنحن أحوج ما نكون للعمل وإعالة أنفسنا وتأمين مستقبلنا. هل سمعتم عن التعاونيات؟ التعاونيات؟ وما هي؟ نعم، التعاونيات أو المؤسسات التعاونية هي نافذة الاقتصاد الاجتماعي التي تلعب دوراً رئيسياً في تكملة الأسواق التقليدية والعمل الحكومي، وهي موجودة في جميع البلدان وكافة القطاعات، بما في ذلك قطاعات الأغذية والزراعة والتمويل والرعاية الصحية والتسويق والتأمين والائتمان، فهي ما تحتاجون. لقد استفدت أنا وزملاء لي من إنشاء تعاونية زراعية مدعومة من الدولة، ويمكنكم أنتم الاستفادة من مشاريع الدعم والتشغيل التي تنظمها الدولة من خلال الدخول في تعاونية لإنشاء مقهى كالذي نجلس فيه أو مخبز حلويات. ولكن كيف؟ هناك صعوبات في التمويل وفي الحصول على المستلزمات، فكيف لنا بالحصول على قروض لشراء هذه المستلزمات؟ هناك قروض ميسرة تقدمها الدولة والمؤسسات المحلية المانحة، لكنكم بحاجة للعمل الجماعي ضمن تعاونية. وهل يقتصر دور هذه التعاونيات على توفير الدعم المالي؟ تسهم التعاونيات في تقديم خدمات مختلفة لأفرادها، بما في ذلك الحصول على الموارد الطبيعية، المعلومات والاتصالات والمدخلات والمخرجات والتقنيات والتدريب، كما أنها تيسر مشاركة أفرادها في عمليات صنع القرار، وتسهم في بناء مهارات صغار العاملين، وتدعم قدراتهم على الابتكار والتكيف مع تغير الأسواق، كما تعمل على زيادة قوتهم التفاوضية والتأثير على عمليات صنع السياسات. هيا بنا لتحقيق حلمنا وبناء مستقبل أفضل لنا، سننشئ تعاونية لإنشاء مخبز حلويات خاص بنا يضمن لنا العيش اللائق. بإنشائكم للتعاونية تكونوا قد ساهمتم في تحقيق التنمية المستدامة في بلادكم وفي منطقتكم، وساهمتم في إيجاد حلول لمشاكل الشباب، بل وفتحتم آفاقاً لمستقبل أفضل لكم ولأسركم. وهذا ما أكد عليه المدير العام لمنظمة العمل الدولية في الرسالة التي أطلقها بعنوان التعاونيات وأهداف التنمية المستدامة، القائمة على الإيمان بإسهامات المؤسسات التعاونية في تحقيق التنمية المستدامة وقدرتها على القيام بالمزيد، بدءا من خلق فرص عمل وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومرورا بتوفير طاقة نظيفة وتمويل شامل، وانتهاءً بضمان الأمن الغذائي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.